واحد فوز ماكرون يحمي فرنسا أو حمى فرنسا من مستقبل مجهول. النهاردة منذ قليل فاز ماكرون برئاسة فرنسا نحن إزاء الرئيس الفرنسي الجديد ماكرون. كان في سباق شديد جدا بين ماكرون وبين مارين جان ماري لوبان، إنما هزمت مارين جان ماري لوبان وفاز بصورة قوية جدا في الانتخابات التي أجريت اليوم الرئيس الفرنسي الجديد ماكرون. ماكرون جنب فرنسا فعلا مستقبل مجهول. لو جت مارين لوبان كانت فرنسا تخرج من الناتو، من الاتحاد الأوروبي، كان يبقى حالة ترامبية جديدة، وده كان هيعزز الترامبية في العالم. إنما فرنسا نفسها كانت هتدخل إلى مستقبل مجهول. ففوز ماكرون النهاردة قبل قليل جنب فرنسا هذا المستقبل المجهول. ماكرون 39 سنة، أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، وفوزه اليوم لحظة فارقة في تاريخ الدولة الفرنسية.